انت تختار تفتح كونت في البنك الشعبي، ما خفت ولا حركت عن بالك؟ نعرف عنك تختار، خصوصا انه مجاني ولا تنفع انه اي رسوم. راعي لخدمه بنكيلي من البنك الشعبي، حساب مجاني وبنك متناقض رافد وفيدك، تقدر تعدل به ياسر من الامور ومسهل عليك ياسر من معاملاتك. عليك الا تحمل تطبيق بنكيلي من جوجل بلاي ولا اب ستور. الإعلامية منى منتدي كاتبة صحفية وناشطة سياسية. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تواتر مجرد سؤال. هل تعتبرين نتيجة الحملة الرئاسية الماضية فشلة للمعارضة التي توصف بالراديكالية؟ أعتبر أن الانتخابات الماضية جاءت في ظرف خاص، لا يمكن أن نقول إنها فشل لا للمعارضة ولا لأي جهة أخرى. كانت انتقالا من نظام أحادي إقصائي، جاءت طبعا في ظروف غير توافقية، كانت لجنة الانتخابات غير توافقية، لذلك هي فتحت الباب فقط ليجد الموريتانيون أنفسهم. شنو بالنسبة لك معنى رفض رئيس الجمهورية للحوار مع المعارضة ومع ذيلك رؤساها وراضين بذاك؟ رئيس الجمهورية جاء بطريقة جديدة، انفتاح جديد لم تعرفه الساحة السياسية منذ بروز الديمقراطية. نحن استقبلنا هذا الانفتاح بانفتاح يقابله، نثمن هذا الانفتاح وننتظر المزيد. ما هي أبرز 3 أولويات وطنية يجب على النظام الحالي العمل عليها؟ على النظام أن يهتم بالتعليم، لأنه في الحضيض لا تقدم ولا نماء من دون تعليم حقيقي. اهتم بالصحة، لأن فشل النظام الصحي لم يعد مقبولا، البلاد نظامها الصحي فاشل منذ عقود. التشغيل، مشكلة تشغيل الشباب مشكلة كبرى، مشكلة الأيدي العاملة والقوى العاملة المعطلة وحملة الشهادات مشكلة تؤرق كل من يريد الخير لموريتانيا. من 1 إلى 10، شن هي درجة دعمك للنظام الحالي؟ هذا النظام، قلت في بداية تنصيب الرئيس محمد ولي الشيخ الغزواني، إننا نأمل منه الكثير. هذه الأمال ما زالت موجودة، نضع أيدينا على قلوبنا لأننا لا نحب أن تخيب هذه الأمال. من رأيك أن نقد نشوفوك مستقبلا في منصب رسمي؟ لما لا؟ ما تقييمك لعمل لجنة متابعة كورونا؟ أعتبر أنه عمل جيد جدا. أول مرة نحس أن لنا دولة تهتم بصحة مواطنينا، تهتم بالطبقات المسحوقة من الشعب، في توفير بعض المعونات الغذائية. عملت الكثير وما زال الكثير جدا 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 يجب أن يعمل. شنو موقفك من منع التنقل بين الولايات؟ قرار صعب ولكن الظروف تفرضه. شنو هي وجهة نظرك في لجنة التحقيق البرلمانية؟ هذه اللجنة نعلق عليها أملا، نعلق أملا كبيرة على عملها، ونرجو أن يكون تقريرها الذي نحن متأكدون أنه سيكون صادما للرأي العام، أن يكون تقريرها شفافا، وأن تنتهي بمحكمة العدل السامية التي يجب أن تحاكم الرئيس محمد بن عبد العزيز ورهطه الذين أتوا على الأخضر واليابس. أذلت توقعات سياسية حاسمة في 2020؟ هي تمنيات أكثر من توقعات. محاكمة محمد بن عبد العزيز وأركان حكمه، وائتلاف وطني تنسجم فيه القوى الحية الموريتانية يحكم هذه الفترة لنتعدى الصعاب. من هو أفضل رئيس حكم موريتانيا بعد الراحل مختار ولدادة؟ آمل أن يكون محمد ولي الشيخ الغزواني. من درأي كان وجود المرشح على رأس اللائحة في البرلمانيات هو اللي يضمن نجاحه؟ عندما تكون هنالك انتخابات نزيهة وشفافة سيتغير الكثير من المعطيات. نحن مثلا في التكتل لدينا قواعد دائما تصوت لنا، نعرف أنها تزداد بنا اقتناعا كلما مر الزمن، تعرف أننا ناضلنا من أجلها. لذلك أتوقع
أن يكون رأس اللائحة في حالة وجود انتخابات شفاف ونزيه يحمل معه آخرين. شنو موقفك من رفض البرلمان لزيادة رواتب المدرسين؟ آسف كثيرا لهذا الرفض. أعتبر أن المعلم أن الأستاذ هو أهم عضو أو عنصر في العملية التنموية، يجب أن نلتفت لرواتب المعلمين لرواتب الموظفين. بعد أن نتعدى مشكلة كورونا يجب أن تكون هنالك منتديات للتعليم يتم من خلالها الالتفات للعملية التعليمية وللمعلم وللمدرس بصفة خاصة. عمليتنا التعليمية فاشلة لعدم الاهتمام بالمعلم. شنو مستوى رضاك عن تجربتك السياسية؟ تجربتي السياسية تجربة أنا لم أجرب غير سياسة المعارضة، تعتبر تجربة حافلة بتحدي وبصراحة وبقول كلمة الحق. ما هو أهم إنجاز حققته في حياتك؟ أترك للآخرين التقييم. قضيتي صوتي بشكل سري ضد قرار الحزب؟ لا أتذكر. شن هي أكثر صورة نمطية سائدة عند الآخرين عن المعارضة الموريتانية؟ الكثيرون يحترمونها، يقدرون تضحياتها، يقدرون ثباتها على هذه التضحيات، يعرفون أنها تحملت مشاق عظيمة من أجل الشعب الموريتاني، وهنالك دائما من يحبون أن يسرقها بألسنة حداد من أجل مصالح خاصة، لكن في قرارة نفسه يحترمه. حدثينا عن موقف طريف من الحملات الانتخابية. الحملة الانتخابية لا نعرف فيها مواقف طريفة، لأننا نتعب فيها ويتعب معنا الآخرون، وفي آخر المطاف تزور نتائج ونخرج منها بخفي حنين. أكثر شيء يثير غضبك؟ الظلم والكذب. ما هي أسوأ ظاهرة في الفيسبوك الموريتاني؟ هذه في الفيسبوك الموريتاني لا يختلف عن غيره من الفيسبوك. فيسبوك هو لكل من هب ودب، تجدين فيه الغث وتجدين فيه السمين. في الفترة الأخيرة لاحظت كثرة الذباب الإلكتروني المنظم. شنهي المرحلة اللي لين يلحقها السجال على فيسبوك توقفي؟ لا أحب السجال كثيرا، وفي بعض الأوقات النفس البشرية في بعض الأوقات تنزلق إلى بعض السجالات لكنها قليلة. من رأيك كان السوشيال ميديا في موريتانيا أضرت بالعمل الصحفي أم ساهمت في تطويره؟ أعتبر أنها أضرت به، ليس في موريتانيا وحدها لكنها أضرت به عالميا. هذا الإعلام الجديد أصبح هو السمة الطاغية اليوم على الإعلام، سوف يحتل مكانه، بل بدأ يحتل مكانه. بالمناسبة أنا أحضر رسالة للماستر عن الإعلام الجديد وعن تأثيرته وأخذه مكان الإعلام التقليدي. لو أتيح لك اتخاذ القرارات في الحقل الإعلامي، ما هي أول خطوة؟ تنقية الحقل الإعلامي من الدخلاء، من الأميين وأنصاف المتعلمين، من الفاشلين، من المتسلقين الذين يملؤون الفضاء الإعلامي من غير تكوين ولا معرفة ولا قدرة على هذا الحقل. لماذا منى موظفة في التلفزيون الرسمي ولا نشاهد لها عملا على شاشته؟ هذا يجب أن تسألي عنه إدارة التلفزيون. أنا على كل حال موجودة، وإذا احتاجني التلفزيون وقرر أن أقدم عملا إعلاميا هذه مهنتي وأتشرف بها. من دراية كان تم تعويضك عن الأشهر اللي فوتت منكزة من الموريتانية؟ نعم تم تعويضي، وكانت من شروط رجوعي للمؤسسة. أصعب موقف واجهك في عملك الإعلامي؟ أنا منذ زمن قديم وأنا مركونة في الرف، لا أقدم عملا إعلاميا. سرقت السياسة من الإعلام وأثرت مواقفي السياسية على حضور الإعلامي. شبق معاك من أيام العراق؟ هنالك أيام شبابي وأيام حقيقة من أجمل الأيام. العراق دولة بها شعب أبي كريم، كانت دولة قوية جدا قبل أن يتم غزوها وتحطيمها.
شخصية وطنية على قيد الحياة تستحق أن يطلق اسمها على شارع أو ساحة عمومية. أحمد الدادة، شنو أكثر رمز ثقافي يعبر بشكل دقيق عن الهوية الموريتانية؟ الخيمة والملحفة. هل تحفظين النشيد الوطني الجديد؟ لا أبداً، لا أحفظ هذا النشيد ولا أحبه. ومن الناحية الشعرية أنا طبعاً قارئة للشعر نهمة وأحب الشعر، من الناحية الشعرية أعتبر شعره كان رديئاً جداً، وهذا النشيد لا يمثلني البتة، ولا أحفظ منه بيتاً ولا شطراً، أحفظ فقط مكان منه، أعتبره من أكثر الشعر نشازاً، وعندنا نذاكي نلبي أجل، وكثيرين يقرؤونها نلبي الأجل الذي هو الموت. تبريعة من إنتاجك؟ لا أتذكرها، لا أتذكر أني من أهل التبرع. تبريعة تحكيها؟ والله يتخيل لي عن الله توقري أحجل. فنانتك أو فنانك المفضلة؟ ديمي متابة رحمها الله. شريط غنائي يطربك؟ أنا أستمع للموسيقى الموريتانية، أستمع للموسيقى الغربية، وأستمع للموسيقى العربية، أستمع للموسيقى الإفريقية، لا فرق عندي بين الموسيقى، كل نمط منها أجد فيه ذاتي وأجد فيه ما يضربني. خلال سنوات التضييق على المعارضة قطيتي تخممتي في الهجرة عن موريتان، وهل التفكير ما زال قائما؟ ما زلت أتخمم بها. برأيك ماذا ينقص مدينة نواكشوط؟ كثير، وأهمه الساحات العمومية الخضراء، الملاعب العامة، أماكن ترفيه، المقاهي. لو كنت عمدة لمدينة نواكشوط طبعا بالصلاحيات الحقيقية لاستصلحت هذا الشاطئ الكبير الموجود، ووضعت عليه كورنيشات وقهاوي وأماكن ترفيه. وين هي نقطة من نقاط قوة منى؟ أتركها أيضا للآخرين. أين كانت آخر مرة احتجت فيها للوساطة؟ كل يوم هنا في بلادنا يجب أن تتوسط لكل أمر. ما موقفك من التعدد؟ أنا شخصيا لا أحب التعدد، لا أقبله، لكن أعرف أن الدين أجازه، هنالك من ظروفهم تحتم عليهم القبول به، هنالك أيضا من لا تحتم عليهم ظروفهم القبول به، لذلك لا يقبلونه. كيل عدس باش؟ كيل عدس شريته الأسبوع الماضي ب800 عندي. تقدي ترجمي خليك في دارك بإحدى اللغات الوطنية؟ للأسف لا. شنو السؤال اللي كنت تتوقعي نطرحه عليك ولا عدلناه؟ ما أنا ما أتوقع أنكم تطرحوا لي شي، أنتم وقع كفرت بلي حتى من الأزيدة. السؤال اللي غير متوقع وطرحناه عليك؟ كثير، فاجأتني جراءة أسئلتكم، كثرتها، تنوعها، غوصها في العمق. أنت عن يوم إذا قلت بريعة سياسية هي شن هي حاجة لي؟ قلت عنها شن هي؟ شن ما نتوقع سبة واحدة؟ أنا نعرف، ما تقدر تقري عن هذا السؤال.